سؤال خفيف ظريف، مش راح يكون لا صعب ولا معقد، يعني ان شاء الله انه بتكون الجائزة من نصيبك. وسؤالنا له علاقة بمدينة الخليل، ما بدنا نبعد عن مدينة الخليل، هاي مثل ما انت بتعرف بلد خليل الرحمن ابو الضيفان اللي ما بيجوع حدا فيها ابدا. السلام عليكم. وهذا وعليكم السلام. ستوب كيف وعافيك غلبه، حطينا طن الجلي. نرجع كمان مرة لصاحب المحل، إن شاء الله نكسبك معنا كمان مرة. ستوب عثمان، ستوب اعطيتك 100 شيك اللي سلبوا شهادة. أعطاني 100 شيك وين؟ أعطاك 100 شيك. ما أعطاني إيش يا عمي؟ أعطاك أنت مش أنت اللي أعطاك 100 شيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. غلبك كده. راي موجود صار. فين كيس لبس؟ واللي مقدمة طبعا هاي من إخواننا وحبايبنا في هوم بلازا. وعليكم السلام. ستوب بس لو سمحت شوي وحب طيارتي برا بعينك الله. ستوب يا عثمان ستوب، يعني إذا كان بالإمكان إحنا هيك مش رح نقدر نكمل الحلقة، يعني لو تأجله لو تدحره وبعدين أغلبك تخليك معنا. أغلبك بأي؟ أنا بأي بأمتي هنا لكن أنا أمتي ايه تعبتك من كل شيء. وين حطيت لك 200 بريال؟ ما فقد حالك يا عم. فيش وين؟ ها انا جاي اتبلى عليك يعني يا زلمه. مالك انت جاي تبلى؟ اعطيني باقي ال 200 يا عم، روح على الله. اعطيني باقي ال 200. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. ما اعطتنيش 200 ولا اعطتنيش؟ اعطيت ال 200 يا عم. ما اعطيتوش يا استاذ. في مجال صديق فينا نخلص يا عم. بدي اروح سيارتي في نص الشارع. ما قلت لي على 30 لو انت 200 وانا قلت له يا استاذ خلي على الهواء الموضوع. عم بنكر هذا العظيم. يا هذا هو دسوا على الهواء. ماشي دسوا على الهواء. انا بنكر يا زلمه. هلا احنا بدناش نطلعوا على الهواء واحنا في سرقة. او اللي باقي 200 خلوا يروحوا. الله عليك الدنيا رمضان الواحد. والله عمي والله عمي والله عمي والله التصوير يا زلمه. وين التصوير؟ اسمع يا ابني عيب اللي بتسويه، مش طريقة التعامل هاي. ابو جهاد اول واحد ما اعطانيش وشهدت معه. انتم متفقين قول لي ليش رجعته؟ ماشي انا رجعت على هو كلامك. انا مش صاحي ما كنتش كان اول واحد مش صاحي بس ثاني واحد. شو انت وينك ال 200 شيكل؟ وينه؟ بعرفش انا وين مش مصاري. انت مش شايل مصاري. فيش الا 50 وين الفلوس؟ فين الدرجه الحمراء؟ اعطاك ورقه حمراء. اعطاك يا عم ورقه خضراء. بقول لك وينها انت؟ فيش هذا رميان بلا يا رجل. انتوا رميين بلاك وعلى احنا اللي رميين. وعم يجيك يا رجل. بديش اجي عربدي. انا ابوك انت يا عم. بين مين انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالمسخره هذه يا رجل؟ فاتت بكيت دخان. انا بكيت دخان. انا واللي بقى 200 شيك. بدك تجيب بكيت دخان؟ شو؟ اسمع بقول لك. هذا اللي انت بتعمله يا حبيبي. اللي انت بتعمله. الله بقول لك. اللي انت بتعمله. واحد الله بقول لك. حبيبي. عليك خبر. عليك خبر. حبيبي يا موسى. انت الحرامي. انت الحرامي. لا انت الحرامي. انت الحرامي. انت الحرامي. اسمع. يلا
عثمان رن على الشباب على الراديو وقول لهم انه صار معنا واحد بسرعة. رن عليهم بسرعة بسرعة. رن على جماعة أبو شهاب. شوي 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 طريق طريق شباب طريق نشكركم لهوني هوني غرف عمليات معقمة ما حدا يدخل لهوني وبكفي وإحنا بنتدبر فيه شايفين ومشكورين كثير الله يعطيكم العافية. يلا جبنا الكاميرا يلا كاميرا خفيفة. قلت له يا زلمة قلت له والله كاميرا خفيفة ليش سوى هيك؟ خلص سكرت معه الزلمة لا بلش فينا بحكي لنا عمي هذا مش كمان كان بياخذ من الثاني بحكي هذا مش الكاميرا الخفية ضار مين يا عثمان هو اللي ضربهم. يلا بسرعة احنا في مستشفى في الأهلي موجودين العمليات العمليات جراحة بالطب كويس مبدئيا ماشي الحال الحمد لله بس سيوف العمليات دخلوه على السريع جوا يلا انا بستنى فيك يلا بسرعه اسنان ضيقه ان شاء الله بسيطه طول بالك طول بالك طول يعني اولا بدنا نقول لكم الحمد لله على كل حال وانتم بتعرفوا يعني الحياه والموت هذا إشي بايد رب العالمين بتحكي يا زلمه الحياه والموت بايد رب العالمين لا اله الا الله بدنا نقول لكم العمر لكم شو طيب دكتور الصاحي العمر لكم ب 29 حلقه مرت عليكم من الكاميرا الخفيه